نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأها بالعناوين. المصادقة في مجلس نواب الشعب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بأحداث صنف نقل العمل 1000 نحيين. عملية الإرسال الرقمي للاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا 19 و2000 تشهد ذروتها وتتواصل بنجاح. منتجو الغلال والدواجن ينتقدون وقف التصدير والتوريد غير المدروس، واتحاد الفلاحين يطالب وزارة التجارة بعقد اجتماع تشاركي عاجل في هذا الشأن. أهلا بكم من جديد. صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بأحداث صنف نقل العمل 1000 نحيين، وهي مبادرة تشريعية تقدمت بها حركة النهضة. وتتنزل هذه المبادرة في إطار وضع إطار تشريعي ينظم هذا القطاع للحد من الحوادث المتكررة التي يتعرض لها العمل 1000 نحيين. ساند النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية المبادرة التشريعية الخاصة بتنظيم قطاع نقل العمالة الفلاحيين في ظل تفاقم ظاهرة النقل العشوائي لهؤلاء العملاء وما نجم عنه من حوادث لعل أبرزها حادثة السبالة. تكرر الحوادث وارتفاع عدد ضحايا هذا القطاع المهمش استدعى ضرورة توفير إطار تشريعي يضمن ظروفا آمنة تستجيب لشروط السلامة لنقل العمالة الفلاحيين. بعد المصادقة عليها ودخولها حيز النفاذ ستساهم في تحسين ظروف عمل ونقل العمل الفلاحيين وخاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وهي على سبيل الذكر للحصر تمثل 65% من اليد العاملة الفلاحية. 70% من النساء يتعرضوا للحوادث وللتحرش ولظروف مناخية صعبة للتحول إلى أماكن العمل اللي في بعض الأحيان تكون بعيدة برشا، معناتها فما حتى شكون يمشي 60 كيلومتر أو أكثر للعمل. الاستغلال اللي تمارس عليهم في العاملات اللي عمرها 70 سنة تتنقل كل صباح الخمسة بتاع الصباح باش يخلصها صاحب العمل ب5000 ولا ب10000 في النهار. إشكاليات عدة تشوب هذا القطاع في ظل غياب نص قانوني يؤمن نقل العمالة الفلاحيين من وإلى أماكن العمل، فضلا عن غياب التأمين والتغطية الاجتماعية. في مستوى التأجير هي الأضعف، في مستوى التغطية الاجتماعية هي الأضعف، في مستوى التغطية الصحية هي الأضعف، وفي مستوى الهرسلة والابتزاز. المشكلة اليوم في الناقل اللي يهز معناها طاقة، معناها أكثر من طاقة الاستيعاب نتاع وسيلة النقل نتاعه، اليوم المشكلة في الناقل اللي ما عندوش الترخيص القانوني باش يهزك العاملات، المشكلة اليوم ربما في التعريفة، اليوم المشكلة في عون الأمن اللي مش قاعد يطبق في القانون. ويذكر أن القانون الحالي المتعلق بتنظيم النقل البري ينظم مجال النقل الريفي عموما، لكن دون إفراد نقل العمالة الفلاحيين بنص تشريعي رغم خصوصية هذا القطاع. ما تزال الأسر التونسية تعيش على وقع الاختبارات التطبيقية والشفهية لدورة بكالوريا 19 و2000 التي تتواصل إلى غاية 1 جوان المقبل. اختبارات تقوم وزارة التربية للسنة الثانية على التوالي بإرسالها بطريقة رقمية بعد نجاح التجربة السنة الفارطة. من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية إلى مراكز الاختبارات تتواصل عمليات الإرسال الرقمي للاختبارات التطبيقية والشفهية لدورة بكالوريا 19 و2000، عمليات أكد المدير العام للامتحانات أنه قد تم التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لتأمينها. يتم يعني إرسال كلمة عبور إلى كما اليوم إلى 560 مركز امتحان، وكلمة عبور هذه تتمثل في تمكنهم باش يدخلوا إلى المنظومة أو إلى التطبيق. يتم إرسال الموضوع ولكن بطريقة مشفرة إلى المراكز. آخر عملية هي تكون تقريبا نصف ساعة قبل ما ينطلق الامتحان، يتم إرسال كلمة عبور أخرى اللي هي كلمة عبور فك شفرة الامتحان، يتم يعني سحب نسخة منه وتنطلق عملية الاستنساخ. وكما بالإدارة العامة للامتحانات تتم بمختلف المندوبيات متابعة عمليات الإرسال الرقمي للاختبارات،
إلى حد الآن وصلنا للحصة الثالثة ما لقينا حتى إشكال في حتى مركز من مراكز الاختبارات الكتابية، وكانت المتابعة والتواجد في كل المراكز في الوقت، والحمد لله الامتحانات سيرة في أحسن الظروف. وفي حال حصول أي إشكال في عمليات الإرسال لدى بعض مراكز الامتحانات، وضعت وزارة التربية سيناريوهات بديلة. نقوم بإرسال يعني كلمة العبور الخاصة بفك شفرة الموضوع للمندوب رأسا اللي هو عنده إشكالية على مستوى مؤسسة أو بعض المؤسسات التربوية، وهو يتولى عملية بطبيعة الحال يعني فك شفرة الموضوع ويعني سحب الموضوع هذايا، ويتولى إرساله يعني إلى المؤسسة التربوية أو إلى زوز أو ثلاثة مؤسسات تربوية المعنية عن طريق الفاكس ويتابع العملية. الإرسال الرقمي لمواضيع الاختبارات ستعقبه عمليات تقييم يتم إثرها أخذ قرار حول اعتماده في بقية الامتحانات الوطنية. في الأثناء تتواصل حملات توعية تلاميذ البكالوريا بخصوص منع اصطحاب المترشحين أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحانات. توريد بعض المواد الفلاحية عشوائيا وإخضاع تصدير الغلال الصيفية برا إلى ترخيص مسبق بعض أسباب احتجاج الفلاحة أمام وزارة التجارة. هكذا بدا المشهد أمام وزارة التجارة تعبيرا عن غضب الفلاحين من السياسات المتبعة من طرف سلطة الإشراف والمتعلقة بخيار التوريد العشوائي لمادة البطاطا التي تعرف وفرة في الإنتاج ومادة البيض، ما ساهم في ضرب الإنتاج من الدواجن وكبد خسائر كبيرة للفلاحين وفق تعبيرهم. تطلب منا الدولة وزارة التجارة بالذات خاصة بالزيادة في العظم تطلب منا باش نستوكيو لشهر رمضان، دخلنا بالستوك متاع 38 مليون توقعات على قلوبنا، خسارة كبيرة ما رأنا بهم إلا في العظم يعمل امبورتاسيون عشوائية متزير ويعطي رخص متاع توريد متزير، وفي اللحم كيف كيف وقت الفلاح باش يقلع بطاطا نتاعو راعني كان نجيبوا بطاطا من برا وبعمله صعبه وباسعار باهظه وبدعم من الدوله التونسيه، الدعم في 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 فلاح مصري مش معقول، واحنا يا رسول الله عملنا وبعنا البطاطا ب 250 وب 300، تحب تجيب ارتيكل من برا قول لي منول العام قبل ما نزرع، قول لي قبل ما نزرع خويا تو ما نزرعش. عندنا انتاج كافي في البلاد وهذه قاعده تتكرر، هذه صارت في الحليب ودعمنا المنتج الفرنساوي في 800 وفي 700 فرنك، عاودنا اليوم في البطاطا. هل معقول هذا؟ اللي باش تخدم به باش تدعم به المنتج الاجنبي تدعم به المنتج بتاعك التونسي. كما احتج الفلاحون على القرار المتعلق بإخضاع صادرات الغلال الصيفية عبر الحدود البرية إلى الترخيص المسبق الذي اضطر الفلاحين حسب قولهم إلى إتلاف كميات هامة من المشمش رغم الارتفاع الكبير لكلفة الإنتاج. راهو الفلاح قاعد يبيع في المشمش وفي الغلة الصيفية بس هو مرخيص في المتناول، وراهو المواطن قاعد يشري فيها بالغالي، شكون شفما في الوسط؟ فما وسيط، مش مهمة الفلاح، هذه مهمة وزارة التجارة، هو عند المراقبة الاقتصادية هو اللي يمشي يراقب، برا يمشي يراقب مسالك التوزيع متاعك. ماناش احنا كفلاح مسؤولين عليها، احنا بفاتوراتنا بالوثائق بقداش نبيعوا في الغلة بقداش توصل للمواطن. وقد حاولنا الاتصال بوزارة التجارة للاستفسار حول هذه الإشكاليات والمشاغل، إلا أننا لم نتلقى أي إجابة أو توضيح. في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والإدماج المهني تم إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من الشركاء الاجتماعيين الفرنسيين. اتفاقية شراكة خماسية تم توقيعها اليوم بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والشركاء الاجتماعيين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين، اتفاقية تهدف إلى دعم قدرات المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف في مجال الشراكة داخل منظومة التكوين المهني. نخدم مع بعضنا اليد في اليد مع الشركاء الاجتماعيين نتاعنا مع لوتيكا ومع لوجيتيتي باش نحدوا مع بعضنا شنو ما باش يكونوا الاختصاصات نتاع التكوين المهني، شنو ما باش يكون بالحق اليوم الحوكمة و نظام الحوكمة اللي باش نختاروه للقطاع التكوين المهني في تونس. كذلك باش يكون فما دعم للشركاء الاجتماعيين عبر شراكة مع شركاء اجتماعيين موجودين في فرنسا. العالم يتطور في سوق الشغل نتاعو، ومنظمة العمل الدولية اليوم تخدم على تطور سوق الشغل، معنا عديد المهن اللي اندثرت وعديد المهن اللي قاعدة تبرز جديدة، لابد أن ننظر إلى حاجية السوق معنا من مهن جديدة
وخاصة اللي نفقدوا كل عام تقريبا 100,000 معناها تلميذ في سن مبكر اللي يفقدوا معناها يغادروا مقاعد الدراسة اللي هذوما اللي لازمنا نعتنيوا بهم. الشركاء الاجتماعيون الفرنسيون أكدوا من جهتهم أهمية هذا التعاون الذي يؤسس لمقاربة جديدة تساهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم الاستثمار والتشغيل. هذه الاتفاقية ستمكن من تعميق التعاون في مجال حيوي وهو التكوين المهني والتشغيل، وأيضا تمكين أسس الحوار الاجتماعي في فرنسا وأيضا في تونس. ويذكر أن هذه الاتفاقية سيتم بمقتضاها دعم هذه الشراكة الخماسية بنحو 24 مليون أورو. نظمت وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتونس مائدة إفطار الأخوة الإنسانية بتونس العاصمة. الحوار بين الأديان هو السبيل لبلوغ الهدف والوصول بالبشرية إلى بر السلام، هذا ما أكد عليه الحاضرون في مائدة إفطار الأخوة الإنسانية التي جمعت عددا من المسلمين واليهود والمسيحيين في لقاء رمضاني بتونس العاصمة. دي حاجات اللي من شأنها تعزز العلاقات التونسي مع التونسي بقطع النظر عن دينه، بقطع النظر مبادئه واعتقاداته. احنا كنا تونسيين ولدنا في البلاد هذه، واليهود هم من اقدم جالية متساكنين في تونس. الملتقى هذا معناه كل واحد يفرح به، معناه حاجه توري التشامح والتعايش والاستحباب في تونس، كيف ما تونس معروفة في العالم الكل اللي هي عايشين فيها الثلاث الأديان بكل حقوق الإنسان وكل فرحانين. مائدة إفطار الأخوة الإنسانية كانت فرصة لتثبيت مبادئ الإسلام المبنية على الاعتدال والوسطية وقبول الآخر وترسيخ حوارات الحضارات والأديان. التأكيد على هالنظرة اليوم متاع تونس، تونس في العالم، تونس اللي هي تونس الوسطية، تونس الاعتدال، تونس التسامح، تونس الحب. تونس الحب خاطر الدين الإسلامي عمره ما كان دين تاع عنف، عمره ما كان دين تاع تطرف. شجع برشا الفكرة ذي، خاص حتى تكون في كل ولايات الجمهورية حاجة هكا، حتى من غير رسمين نجم نكونوا مع تلامذة متاع مدارس، نجم تكونوا مع عمال متاع منطقة صناعية. هي بادرة تأتي تزامنا مع تواصل الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بجربة لتؤكد أن تونس بلد تتعايش فيه مختلف الأديان. وفي جديد أخبارنا الدولية، ذكر وزير الخارجية الفرنسي أمس الثلاثاء أنه توجد دلائل على استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيميائية ضد المدنيين شمال غرب البلاد، إلا أنها لا تزال بحاجة للتحقق منها. جاء ذلك خلال مداخلته للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي. هذا وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 23 من ماي أنها تلقت تقارير عديدة تتماهى ومظاهر التعرض لأسلحة كيميائية بعدما شنت قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد هجوما على معقل المعارضة. من جهتها تنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة، تصريح أدلى به خلال لقائه مع وزير الخارجية القطري. كما صرح قائد الحرس الثوري الإيراني لوسائل إعلام محلية بأن القوة المطلقة لإيران في منطقتها استنزفت قدرة العدو الأمريكي على شن حرب ضدها على حد تعبيره. جاء هذا الحديث بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وبأنه من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي. وفي أخبار الرياضة، طالب الوداد البيضاوي المغربي في مراسلة موجهة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طالب بتغيير ملعب مباراة إياب الدور النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا والتي ستجمعه يوم الجمعة القادم بالترجي الرياضي بالملعب الأولمبي برادس. وعلل الوداد البيضاوي المغربي طلبه بتغيير ملعب المباراة كما جاء على موقعه الرسمي بسبب ما تشكله مدرجاته من خطر على جماهير
جماهير الفريقين المغربي والتونسي حسب نص المراسلة. وكان طارق الفرجاوي مدير عام الحي الوطني الرياضي قد أكد في وقت سابق الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مدرجات الملعب الأولمبي برادس جاهزة لاحتضان العدد المسموح به بمناسبة المباراة. ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا أذكركم بعناوين النشرة. المصادقة في مجلس نواب الشعب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإحداث صنف نقل العمل الفلاحيين. عملية الإرسال الرقمي للاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا 19 و2000 تشهد ذروتها وتتواصل بنجاح. منتجو الغلال والدواجن ينتقدون وقف التصدير والتوريد غير المدروس، واتحاد الفلاحين يطالب وزارة التجارة بعقد اجتماع تشاركي عاجل في هذا الشأن. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير.